يعني انا اعرف عندكم هناك بالانبار واحد كانوا يسمونه باسم امه، هسه مضايف ويبني للدوله ومليارات ومزارع. لازم توعون الناس هذا ابن فلان او ذاك ابن فلانه، مو ما لازم تبقى الامور مسكوت عليها. وابن فلانه صار حاكم على الشرفاء وقام يعذب، ليش تطبل هاي المضايف؟ انتم يا عراقيين مو انتم تعرفونهم ملقطين، انتم تعرفونهم البارحة حفاي صاروا بفلوسكم. ومن يجي هلا بالاستاذ، هو استاذ ما ليش دكتور صالح؟ ما ليش استاذ هو؟ وشلون صار استاذ؟ وناسب له مضيف هو يتلقونه ومصفحات. والله مع الاسف. زين بدي اسالك سؤال. طول بالك طول بالك، الخير جاي ان شاء الله، الخير جاي والله ان شاء الله. العراقيين ما معقول العراقيين ما ينامون على ضيم ابو محمد، واللي صاروا الشيوخ بفلوس العراقيين، العراقيين يعرفونهم. او الا يرجع ياخذ مصرفه من امه من شارت تبيع له خبز، هو يعرفها. اي ان شاء الله ان شاء الله. نعم اعني ان شاء الله. ما لا يعقل انه هذا البلد اللي كانت العالم تتغزل بيه وامكانياته ووضعه وتبني عليه، هذا البلد اللي كان اسمه العراق العظيم اللي كان يحمي امه، الان اللي موجود بالصومال يخشى على الصومال من ان يكون مثل العراق، واللي موجود بليبيا يخشى على ليبيا من ان تعرقن، تصير حاله حال العراق. فيعني هذا العراق بكل تاريخه، بكل امكانياته، بكل شعبه، بكل الناس اللي الغيار اللي بيه، يبقى صابر على وضع من هذا النوع ويبقى يشوف بلده يدهور بعد يوم بعد يوم وهو ساكت.